عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. الفيديو ده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. بصوا، انا في كام حد كده طلب مني ان انا اعمل روتين، بس اتكلم في الفيديو مش اسجل الفيديو. ليه؟ مش عارفه. بس انا برضو انا بناء على طلبكم انا هعمل لكم روتين وهسجل لكم الفيديو وانا بعمل الروتين. ليه؟ مش عارفه برضو. في حد طلب مني كده، يعني هل انا يا جماعه بخجل ان انا اخجل ان انا اوريكم بيتي او حاجه، او يعني اعمل روتين وانا بتكلم معاكم؟ لا طبعا، والله العظيم ابدا. بس انا ببقى يعني الروتين فيه الحركه كتيره، فصوتي هيبقى بعيد، ده اللي مش بخليني اتكلم في الفيديوهات وانا بعمل الروتين. بس عادي خالص، انا بالنسبه لي ولا اي حاجه والله. بس الاول ننزل نضغط لايك وشاهدوا الفيديو للاخر، ان في مفاجاه في الاخر هقولها. استنوا معايا، تعالوا معايا. اول حاجه في الروتين، تعالى ندخل البلكونه نلم الغسيل. تعالى الغسيل ده انا نشراه يعني ما فيش كده من حوالي ساعتين ولا حاجه، فهاي هنجيبه وننشر مكانه، يعني هننشر غسيل تاني مكانه. طيب طبعا انا مش كل يوم بصور، مش كل يوم بصور روتين، تمام؟ يعني انا ممكن اصور روتين، بصور كده في الاسبوع مره او مرتين، بس انا يعني كل يوم بنضف، بس مش برضه اصور لكم روتينات كل يوم عشان ما تزهقوش. طيب انا عندي ضيف ماشي، بس الضيف قاعد في الاوضه دي. استنى نفتح المروحه احسن، هنفطس وننام. بما ان الضيف نزل، يعني بما ان الضيف نزل قلت ايه نروق له كده الاوضه ونوضبها على بال ما يجي. والله العظيم انا اللي مش بيخليني اسجل معاكم فيديوهات او اصور فيديوهات روتين واسجلها معاكم ولا اي حاجه والله، ولا بتحرج من اي حاجه. انا اتعمدت، انا كنت يعني كنت عايزه اسجل لكم الفيديو كله بصوتي وانا بعمل الروتين، بس والله لقيت نفسي ان انا ببعد. بعد ما عملت الفيديو وسجلته لقيت ان انا ببعد وبقرب، الصوت مش مسموع ومش هتسمعوا انا عايزه اوصل لكم ايه واقول لكم ايه. بس انا قلت كلمتين كده في اول الفيديو، يا رب تكونوا سمعتوهم، ولا يا رب تسمعوهم وتعرفوا ان انا يعني مش هيفرق معايا اذا سجلت الفيديو معاكم، سجلت الفيديو وانا بعمل الفيديو او سجلته بعد ما اخلص، بالنسبة لي مش فارق خالص. يعني اصلا يعني ايه حد دخل يقول لي انت ما بترديش تسجلي وانت بتعملي الفيديو علشان ما تشرحي لناش انت بتعملي ايه بالظبط، بتسجلي الفيديو عشان تداري على عيشتك وحياتك. اداري ايه؟ أدري أنا لو هداري حاجة مش هطلع على الملأ أوريكو بيتي، مش هطلع على الملأ أوريكو حياتي، أوريكو عشتي، أوريكو كل حاجة تخصني، لأن أنا مفيش حاجة أخجل منها. دي حياتي ودي عشتي ودي اللي ربنا مقسمهولي، وأنا الحمد لله راضية بيه ومبسوطة. يعني أخجل من إيه؟ لو أنا هخجل من حاجة ما كنتش أصلا طلعت على السوشيال ميديا، ولا كان بقى ليا وجود على السوشيال ميديا. بصوا الفرن ده عشان احنا بنحط عليه حاجات بميه، بصوا خلى صدى وباظ، مع ان الفرن ده جديد والله العظيم. يعني لو شفتوه كده من قدام تلاقوه جديد زي ما هو، ما استخدمتوش، بس احنا عشان احنا بنركن عليه حاجات فيها ميه وبكب عليه الميه، فالصدى يعني صدى وباظ. بس يلا مش مشكله. المهم لو وصلتوا معايا لغاية هنا كده حطوا اللايك عشان خاطري. و جيت هنا بقى ايه، فانا اسفة والله، كنت الاخ اللي هو قال لي كده في التعليقات، فانا عايزة اوصل لك يا استاذ يا فاضل، انا مش هرد عليك، بس هرد عليك بكلمتين وهقولهم لك. انا لو هرجل من حياتي ولا من عيشتي ما كنتش طلعت اصلا على السوشيال ميديا، وانا الناس متقبلاني زي ما انا كده، متقبله حياتي البسيطه وعيشتي البسيطه، والناس حباني زي ما انا،
وانا مش هوقف حياتي ولا هوقف شغل عشان واحد زي حضرتك انتقدني وقال لي انتي مش بترضي تسجلي الفيديو وانتي بتعمليه عشان تداري على عيشتك وتداري على بيتك وتداري على حياتك، ما تقولهالناش بالتفاصيل، بل بالعكس اقسم بالله انا مش بشوفش حد، يعني مش هشكر في نفسي بس انا والله مش بداري اي حاجة عن اي عنكو، ويعني كل حياتي كده عن ملأ، ما عنديش حاجة اخبيها وما عنديش حاجة اخجل منها. المهم يا جماعة انا عملت الروتين اهو، وزي ما قلت لكم ان انا كنت مسجلاه، بس جيت بشوف الفيديو قبل ما انزله لقيت صوتي يعني ابعد، مش بعيد عن التليفون، صوتي مش طالع، يعني زي ما انتم شايفين كده انا دلوقتي بفرش الكنبة اللي بينام عليها كريم، فصوتي بعيد خالص فمش طالع، يعني سمع كلام وكلام لا، فقلت لا. فانا كنت حابة اقول لكم في المقدمة كده كلمتين، والحمد لله انا قلتهم، يا رب تسمعوهم. و بس يعني انا عايز اقول لكم خلاص، يعني كنت عايز اقول كلمتين للاخ ده وقلتهم له، وقلت له وهقول له كمان يا رب اكون وصلت ردي ليك، ما خجلتش لما رديت عليك ومش هخجل. و عايز اقول لك ان انا مبسوطة وفخورة، والفقر مش عيب والبساطة مش عيب. انا عايزة اقول انت مش لما هتقولي او تجرحني بالكلام ده انا هتكسف ومش هصور فيديوهاتي، لا انا هصور فيديوهاتي يعني اللي مش هيظهر عندي هظهره عشان اعرفك ان انا مش خجلانة ولا بخجل من عيشتي ولا من حياتي ولا من بيتي البسيط ولا من كل ولا من فرشي اللي على قد حالي. عايزه اقول لك يعني انا وانت شكرا على ذوقك، انت حتى اصلا ما عندكش ذوق، بس هنشكرك على ذوقك اللي هو ما عندكش ده. فانا طبعا مش هرد عليك ولا هقول نفس ردك، بس انا رديت عليك، يا رب يكون ردي يوصلك وتكون انا عارفه ان انت بتشوف كل فيديوهاتي وانا سكت، يعني انت انتقدتني مره واثنين وثلاثه واربعه وانا مش برضه ارد عليك، بس انا تعمدت ان انا ارد عليك المره دي، لاني انا مفيش حاجه كانت منعاني ان انا ارد عليك من الاول، بس انا رديت عليك في الفيديو ده عشان اوصل لك معلومه اني انا ما بتكسفش ولا بخجل من حياتي. المهم يا جماعة انا عملت الروتين كده وكده، ان كان هو قبل الصلاة، وقلت نعمل شوية بخور كده نطير بهم الناس اللي عينيهم وحشة كده، دول اللي هم ايه اعزك الله كده، يا ربنا يبعدهم عنكم. بس ايه بخور ده جميل جدا، كان جالي هدية من السعودية والله، كان حد جايبه كده ومديني ايه كم شو يعني حبة كده كل يوم جمعة بولع فحماية صغيرة وأقوم حط على حتة صغيرة، بتخلي ريحة الشقة ايه تحفة والله العظيم. و بكده خلاص، لو وصلتوا معايا هنا حطوا اللايك وشاهدوا الفيديو، واتمنى انتوا تردوا عليه برضو في التعليقات، وانا عارفة ان انتوا بتحبوني وبتحترموني وبتعزوني، وكفاية احترامكم وتقديركم ليا ده بالدنيا عندي. وشكرا لكل حد بيرد بالنيابة عني، بجد انا بشكركم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.